ورجعنا لكم مرة تانية ومعنا دلوقتي الفقرة المنتظرة، الفقرة الطبية، فقرة نور الطب. النهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه الحلقة السابقة، وكنت اتكلمنا قبل كده عن آلام العمود الفقري، والنهاردة هنتكلم إن شاء الله عن آلام الركبتين والخشونة وعلاجها وكل ما يخص بقى التأهيل وإصابات الملاعب. النهاردة يشرفني النهاردة في الاستوديو ضيفي المتميز الدكتور علواني محمد شومان، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل جامعة القاهرة. أهلا بيك معانا يا دكتور. أهلا يا فندم، أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. وده وعي سرورنا إنك معانا المرة التانية. ربنا يحفظك يا فندم، ربنا يخليك. عايزين دكتور نتكلم كده عن إيه، نربط الحلقة اللي فاتت بالحلقة دي كده، نتكلم عن العلاج الطبيعي بصفة عامة، وإزاي نبدأ نتجه لدكتور علاج طبيعي لما نحس إيه؟ هو غالبا طبعا العلاج الطبيعي بيختص بكل ما له علاقة بحالة المخ والأعصاب وحالة العظام. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا بإيجاز شديد عن آلام العمود الفقري، الأسباب والعلاج. تمام. حالة النهاردة نتكلم عن موضوع هام جدا وبيجي لنا كتير في عيادتنا طبعا، ولا هو إصابات الملاعب وخشونة الركبتين. الحالات دي نسبة طبعا، خلينا نتكلم على التشريح الأول. عايزين نعرف ايه التركيب التشريحي بقى للركبتين. رب مفصل حيوي جدا بيهمنا جدا في المشي وفي الحركة عموما، بيتكون من التقاء عظمتين، عظمة الفخذ مع عظمة القصبة أو التيبيا. بين المفصل قدام الفخذ في حاجه اسمها الباتيلا او عظمه الردفه. في صوره توضيحيه معانا. الباتيلا دي وعظمه الردفه دي مسؤوله عن نقل وتوزيع الوزن بين انسيابيه من اعلى الركبه لاسفل الركبه. بعد كده في حاجه اسمها الغضروف الهلالي، بياخد شكل الهلال بالظبط، عامل زي المخده كده او الوساده، ده مسؤول عن امتصاص الصدمات ومنع الاحتكاك. بيليه في الأهمية طبعا سائل مهم جدا ويعتبر بمثابة زيت التشحيم، هو السينوفيال فلود أو السائل الزلالي. ده عامل مسؤول عن حركة أغلب المشاكل بتبقى سبب يعني. بيبقى في مجموعة أربطة قوية جدا بتحيط بالربة، مسؤولة عن التحكم في الربة أثناء الحركة. أهمهم طبعا على الإطلاق الإي سي إل والبي سي إل اللي هو الرباط الصليبي الأمامي والخلفي. بيليهم الكولاترال ليجامنت اللي أربطة الجانبية. بعد كده بنلاقي عضلة مهمة جدا في فرد الركبة، وهي عضلة الكوادريسيبس أو العضلة الرباعية. دي تعد ثالث أقوى عضلة بعد عضلة الفك وعضلة السمانة في جسم الإنسان. في جسم الإنسان. بيليها في الأهمية طبعا العضلة الخلفية اللي هي الهامسترنج ماسل، دي مسؤولة عن تني الركبة. تمام. طيب عايزين نعرف يا دكتور اسباب الاصابه بالرباط الصليبي، نسمعها كتير قوي، فلان جاله رباط صليبي، اللاعب الفلاني جاله رباط صليبي، اسبابها ايه؟ وبيبقى رباط صليبي اما امامي يا اما خلفي، عايزين نعرف ايه اسبابها. هو طبعا الرباط الصليبي له علاقه كبيره بالرياضه عموما. كل الالعاب الرياضيه سواء كان السله، سواء كان الطايره، سواء كره القدم، لكن على راسهم كره القدم طبعا. يعني اثبتت الدراسات ان في علاقه طرديه بين الرياضه وبالذات كره القدم وبين الاصابات الملاعب. اللي هي رباط الصليبي. وفي دراسات احصائيه تانية اتكلمت على المفاصل عموما تاثيرها بالرياضه، فلو ان المفصل الركبه هو على الطب ما بين الاصابات، اكبر مفصل بيتعرض للاصابه هو مفصل الركبه طبعا. يعني مشكله الرباط الصليبي عاده بتكون خاصه بلعيبه الكوره وبالذات غير المحترفين، اللي هو اللاعب الهاوي اللي هو بيطلع المدرسه يلعب، بيبقى عنده يوم اجازه الجمعه بيقعد يلعب فيه. اللاعب المحترف فيه كابتن وفي مدرب وفي اخصائي علاج طبيعي وراه بيعلمه ازاي يعمل برنامج تاهيلي، ازاي يحمي نفسه من الاصابات. لكن اللاعب الهاوي ده بيدخل الملعب من غير تسخين او احماء، فبيبقى عرض اكتر للاصابات. اطلع من ده باستفسار صغير كده يا دكتور، معناه ان كل الالعاب اللي بتستدعي جري سواء بقى كرة قدم، سواء وثب والجري مسافات والماراثونات والحاجات بتتعمل بدون يعني اشراف طبي او اشراف علاج طبيعي، ده فعلا بيؤثر على الرباط الصليبي؟ بيأثر على اللياقة طبعا والمرونة بتاع الأربطة. تمام. طيب أثناء الإصابة طبعا عادة بتبقى الإصابة دي جوه الملعب، بيحصل إن زي ما قلت لك اللاعب ماشي بيسخن كويس. هنا رسم بياني علاقة الإصابة بالملاعب بالركبة. بالركبة دي لنا رقم واحد، دي أكتر مفصل معرض للإصابة. فعلا زي ما حضرتك قلت. هنا اللاعب جوه الملعب ما بيسخنش كويس، أو في التحام بينه من زميله، أو بيشوط الكرة على الفاضي، أو بيعمل تويست عنيف كده، ده بيحصل دايما إصابة في الرباط الصليبي. تمام. عادة بيبقى في صوت طرقعة أو صوت قوي جدا بيتسمع أثناء الإصابة، بيبقى في ورم سريع جدا، بيبقى في ألم غير محتمل بالنسبة للرباط الصليبي.
المريض بيشك في اوروبتي سايبه مش مظبوطه. ليه بتلق كده؟ بتلق كده. بيتقال كتير فعلا. بيتحول الاول لاستشاري جراحه العظام. بيعمل له ام ار اي رنين المغناطيسي. فلو في تمزق من الدرجه الاولى والثانيه ده بيعدي خالص بالعلاج التحفظي. اما القطع الكامل لرباط الصليب ده لازم تدخل جراحي. لازم تدخل جراحي. الاول كان في طبعا الجراحات كان طورت بشكل هايل. الاول كان مجرد فتح كده، فتح بيوصل ل 5 أو 6 سم. التحفظي يا دكتور؟ لا، التحفظي ده في حاله التمزق. اما في القطع الكامل بيكون عن طريق الرنين. في حاجه اسمها ليشمان تيست. ده اختبار بنشوف فيه المفصل اللي ربه، بيبقى المريض نايم على ظهره وتهني رجليه شويه. بناخد عظمه القصبه علينا او التيبيا رايح جاي. بنلاقيها سايبه خالص. ده اكتر مؤشر ان المريض في قطع كامل لرباط الصليب. المريض هو ماشي بيقول انا ركبتي بتتني مني، بتخلي مني او بتخني. ده اكبر دليل على ان في قطع في رباط الصليب. طبعا جراح العظام كان الاول بيفتحوا فتح حوالي 5 6 سم في الربة. التطور بقى في تطور مذهل دلوقتي في جراحات العظام. معنى توضيح تمزق الرباط الصليبي؟ ده يعتبر ده تمزق في رباط الصليب، يعتبر قطع جزء في رباط الصليب. بعد عمليه الفتح دي بقى في حاجه اسمها المنظار. بنظام الدكتور العظام بيدخل بسنتي او 2 سنتي، حاجه بسيطه خالص. بقى في تكنيك اعلى دلوقتي للتثبيت. الرباط الصليبي بتثبت عن طريق مسمار في العظمه. بقى في تكنيك اعلى دلوقتي، بقى رباط عظام مسمار بذات الذوبان. بيدوب في قلب العظم خلاص، ما نشوفوش بعد الاكس راي. في تكنيك ما يضطرش يفتح مرتين كده دكتور. في تكنيك احدث طبعا، ان هم بياخدوا جزء من العظميه، ياخدوا شكل المسمار، يربطوا رباط فيه ويدخلوه تاني كده، كان ما فيش مشكله خالص يعني. طيب عايزين نعرف كمان حاجه بتيجي للشباب بشكل كبير جدا، بعيد بقى عن الرياضيين، خشونه الركبه. لسه جانا سؤال دلوقتي على البيج حتى في سن الشباب، ايه اسبابها يا دكتور؟ يعني ممكن نتكلم الاول عن ما يخص اصابات الملاعب اللي هو الظروف الهلالي، ونأجل الخشونه اللي بعدين عشان يبقى لهم برنامج خاص. السؤال ده لو سمحت، عشان جايين على صفحه مهمه جدا. اتفضل. بالنسبه للظروف الربا للمينيسكوس ده، الرباط الظروف الهلالي بياخد شكل الهلال طبعا، قلنا وظيفته بيمنع الاحتكاك بين المفصل. بيكون لي اسباب كثيره بتؤدي لتمزق او قطع في الظروف الهلالي. من ضمنها عوامل وراثيه، بيبقى في حاجه اسمها ديسكويت منسكس. ده بيبقى ظروف بيبقى مش واخد الشكل الهلالي خالص، بيبقى عيب خلقي. بيبقى واخد الشكل الدائري. ده طبعا بيبقى مؤلم جدا مع التاني ومع الفرد، بيحصل له تمزق عاده. ده لازم تدخل جراحي لاصلاح الظروف الهلالي. بيبقى فيه طبعا اصابه نتيجه لاصابه الملاعب، دي معروفه. بيبقى فيه طبعا طلوع السلم ونزوله مع اخواننا الناس اللي في المعمار او الناس اللي في السيراميك. اللايف ستايل برضه يا دكتور بيأثر على حدوث تمزق الرباط. الاعمال الشاقه من ضمن الحاجات اللي بتؤدي لمشكله في الظروف الهلالي، قطع في الظروف الهلالي. الظروف الهلالي اكبر مؤشر ليه غير الرنين، ان المريض بيقول انا ركبتي بتقفش مني، كل يمشي شويه تلاقي ركبته وقفت منه. في الحاله دي لازم يتجه فورا يعني جراحه. ده معناته ان في حاجه اسمها لوز بودي، جزء صغير من الغضروف اتقطع وبقى سايب في المفصل، فده لازم تدخل جراحي يعني فورا. يعني الاكس راي العاديه يا دكتور ما بتبينش وجود تمزق؟ الاكس راي العاديه بتبين لو في خشونه او في كسر او شرخ، لكن الحاجات دي بتبان بالرنين اكتر وبالاختبارات السريريه يعني. تمام. طيب ندخل بقى على خشونه الركبه. السؤال الشائع، خشونه الركبه طبعا ليه اكتر من سبب، طبعا ليه اسباب كتير جدا، هو اولهم طبعا على راسهم السمنه يعني. يعني اثبتت الدراسات العلميه بما لا يدع مجال للشك ان كل كيلو جرام زائد عن الوزن الطبيعي للانسان او المريض بيحمل على الركبه من 4 لـ5 أضعاف. كتير قوي يعني لو واحد، الناس اللي عندها اوفر ويت 10 كيلو بقى بتحمل 40 ضعف، حوالي من 40 لـ50 كيلو، ده بيحمل كتير عن الركبه طبعا. بيالي طبعا السمنه، طبعا في حاجه اسمها بودي ماس اندكس، ده بتحدد لي مقياس السمنه قد ايه. الطبيعي من 18 ل 25، من 25 ل 30 بيسموه اوفر ويت، يعني وزن زائد. في بعد كده فوق ال 30 او بدايه من ال 30 ده بيسمى سمنه اوبستي. يعني اثبتت الدراسات ان كل ما بيزيد البودي ماس اندكس كل ما بيزيد خطوره الاصابه بالخشونه. علاقه السمنه بقى احنا لسه بنتكلم فيها. احنا كده اتكلمنا في علاقه السمنه. طيب بالنسبه يا دكتور الوقوف فترات طويله بيعمل ايه في الجسم؟ هل ده صحي ولا مضر؟ يقول لك الحركه بركه، طب احنا نقف ولا نتحرك ولا نقعد؟ لا، الحركه احسن طبعا من الوقوف. الوقوف لفترات طويله مثلا من 10 ل 12 ساعه زي الجماعه اللي شغالين في الامن والسكيورتي بيحصل اجهاد للعضله. العضله ممكن تقف بيها ساعه ساعتين، اكتر من كده بيحصل فتيج للعضله. فوزن الجسم بيحمل على المفصل، بدل ما العضله هي شايلاه خلاص بقى في تحميل على المفصل.
بيحصل الوسائل الزلالية اللي كنا لسه بنتكلم عنه من شويه، بيطلع من بره الركبه اللي هو سينوفيال فلويد ده، بيطلع اكسترا ارتيكولار بره المفصل خالص. بس لما المريض بيروح وبيرتاح شويه بيبدا اللي اسالي سينوف يرجع تاني مكانه والموضوع بيعدي. لكن الفترات الوف لفترات طويله على اللونج ران شهر شهرين ثلاثه، بيبدا بقى اسالي الزلالي ده يطلع من الركبه ما يدخلش. وده طبعا مسؤول عن تشحيم الركبه. يبدا يحصل الاحتكاك بقى ويحصل خشونه الركبه. طبعا يبقى الوف من اهم الاسباب اللي تؤدي لخشونه الركبه. والوف برضه دكتور بيعمل دوالي، بيعمل تفنط في الشعر الدموي، بيعمل حاجات تانية كتير يعني، هو مضر بشكل كبير. طيب عايزين نعرف في الفرق بقى في البرنامج العلاجي، لما حضرتك بيجي لك مريض خشونه ركبه ومريض عنده رباط صليبي، ايه البروتوكول العلاجي المتبع مع كل حاله؟ هو طبعا البرنامج العلاجي الخاص بالرباط الصليبي والظروف الهلالي ده الى حد ما قريب من بعض يعني. يعني لو المريض جالنا من الاول بنعمل بنقيم المريض الاول، بنشوف لو في مصل ويكنس عضله ضعيفه، بنشوف لو في افيوجن ارتشاح للركبه، لو في ورم، بنشوف لو في قصر في الوتر سواء في عضله السمانه او العضله الخلفيه، بنقيمه الاول بنشوف الحاجات دي الاول. بنبتدي الاول برنامج جلسات علاج طبيعي، برنامج دمه خفيف جدا بيبقى كل توجهه لعلاج الالم والارتشاح. بناخد حاجه اسمها اجهزه لعلاج الورم زي الالكتريك ستيموليشن، شرح البرنامج العلاجي مريض الظروف دي اكسرسايز هنتكلم عنها بعد كده. بعد الالكتروثيرابي اللي بتعالج الالم والورم بنبدا برنامج العلاج الطبيعي زي ما حضراتكم شايفين. اهم برنامج لينا اللي هو الاستريتشنج اكسرسايز للهامسترنج ماسل والقاف ماسل، دي لازم نرجع العضله نخليه بس يرجع بس شويه يبقى بطيء شويه بعد اذنك. يا جماعه يرجع مره ثانيه بس الاول. اول حاجه ده الاستريتشنج اكسرسايز ده لعضله الكاف ماسل والهامسترنج اللي هي العضله الخلفيه وعضله السمانه. مهم جدا ان المريض لما يجي لي ارجع له العضله للطول الطبيعي، لان دايما بقى اصابات الملاعب او الخشونه بيبقى في قصر في الاوتار وبالذات في السمانه والعضله اللي هي الخلفيه. فده اول اكسرسايز بنبتدي بيه، وطبعا ده بيريح لي المفصل خالص بحيث ان ما يبقاش في تاني خطوره. الحاجات دي لازم تبقى تحت اشراف طبي، لازم علاج طبي اكيد يعني يا جماعه عشان ما حدش بس يجرب. نشوف الصوره اللي بعديها ده اللي اسمه استاتيك اكسرسايز، ده تقويه لعضله الركبه من وضع الثبات. يعني انا عايز اول عضله رباعيه واول مفصل الركبه بس من غير ما احرك الركبه في وضع الثبات. ده بنستخدمه في اول اسبوعين من العلاج الطبيعي بالذات لمريض اصابات الملاعب. بيقلي بعد كده لو نشوف اللقطه اللي بعديها الثالثه يا جماعه، ده حاجه اسمها تقويه لعضله الابدكتور الماصل العضله التباعديه اللي احنا من اول عضلات اللي فوق وتحت الركبه. في حاجات تانية تمارين تانية يمكن مش موجوده في الصور التوضيحيه. بنعمل حاجه اسمها سيريد ليج ريزنج، ده ان المريض بينام على ظهره بيتني رجله السليمه، بيفرد الرجل المصابه، بيبدا يحرك المش دورسي بلانتال فيكشن اللي هو الايه مشط الرجل. مشط الرجل بيبقى رافع كده رجله في وضع معين بقى حوالي 45 درجه من الارض، ويفضل يبقى فيه كيس رمل او ساندي باج. ده بيقوي العضله الرباعيه كويس وبيتخلص لي تماما من الاورام. يعملها لمده قد ايه دكتور الحاجات دي؟ هو اللي بيتعملها يعني في اليوم حوالي مرتين ثلاثه، من 60 ل 80 ريبيتيشن في المره الواحده. بس ده دورس بلانتال فليكشن ما بياخدش وقت، ده بيقوي عضلات الرباعيه ايوه، وبيقلل الورم شيء. بعد كده بيبقى في يعني طبعا البرنامج ده بياخد وقت حوالي 3 شهور، ما ينفعش نعمله كل مره واحده. في الاول بنركز على الفرد والاطاله، بعد كده نبدا نركز على تاني الركبه. المريض بعد كده بيبدا بينام على بطنه ويد، نبدا يتني رجليه ويفردها بويت او اكياس او اوزان رمله. ده لتقويه العضله الخلفيه اللي هي الهامسترنج ماسل. اطمنا ان الالم راح خلاص، ما بقاش فيه ورم، ما بقاش فيه ارتشاح. نبدا بقى نعمل علاج طبيعي. لا تمارين بقى البرنامج بتاع العلاج الطبيعي زي ان يمشيه الاول، بيمشي على عكاز او مشايه، بعد بيبقى في تحميل خفيف على الرجل، بعد كده بيقدر ينطلق لوحده. بنعمل له حاجه اسمها سكواتنج، بيبقى ماسك في السلم ويقعد على رفيس ويقوم. ده بيقوي العضله الرباعيه وبيبقى تمرين مرونه في نفس الوقت. بعد كده السكوات ده يا دكتور ما ياثرش على اللي عنده خشونه في الركبه؟ لا لا، اللي عنده خشونه ما يعملوش، ما لسه هنتكلم على برنامج الخشونه لوحده. بعد كده بنبدا نمشي على مشايه، يتمشى الاول بعد كده يجري عليها، بعد كده بيدخل الجيم لما نطمن عليه خالص بعد يعني ده اخر حاجه الجيم. وبعد كده نوصل بيه بقى لبر الامان يكون دورنا انتهى كده في العلاج الطبيعي. طيب ايه الممنوعات في التمارين الثانيه؟ هو يعني ده اللي يخص هو يخص الرباط الصليبي والظروف اللي ما فيش ممنوعات تقريبا، بس ان احنا بنعمل ايه ستيب باي ستيب، كل اسبوع بنزود تمرين او اثنين واحده واحده. طب ده بالنسبه للرباط الصليبي. بالنسبه بقى لخشونه الركبه، خشونه الركبه اللي تقريبا يعني البرنامج بتاعها قريب من برنامج الرباط الصليبي والظروف الهلالي، لكن في حاجات احنا بنمنع المريض منها تماما. المريض ما ينفعش يركب عجل وخاصه بعد سن ال 50، لان في حاجه اسمها وير اند تير بروسيس، يعني تاكل تدريجي بيحصل في مصل الركبه. ده تدهور طبيعي بيحصل بعد ال 40 عموما يعني. ما
ما ينفعش مريض الخشونه يقعد على رفيسه، ما ينفعش يقعد على الحمام بلدي، الكلام ده طول السلم يكون بحذر، يكون مثلا دور او دورين اقصى حاجه طبعا. ما يقعدش رجله زاويه قائمه كتير، حتى السواقه ساعات بتبقى ما يقعدش مقفص خالص، على قد ما يقدر يكون فارد رجليه، ما يقفش طبعا فترات طويله. طبعا لو في مشكله في السن لازم وزنه يقل طبعا. ما يلعبش سكوات؟ ما يلعبش سكوات. ايه لحضرتك؟ ما يلعبش. ده طالع موضه قوي دلوقتي للاسف الشديد. جدا جدا يعني، يا جماعه اللي عنده خشونه اوعى يعمل التمرين ده عشان هيدمر ركبته من غير ما يحس. طيب يا دكتور، مريض السمنه اللي بيعاني من الخشونه لو جه لحضرتك 100 كيلو يخس قد ايه؟ هل لازم ال 100 كيلو ده اطلع من عندك 60 كيلو؟ انا كده هيلثي شيب ومن جوه ومن بره، ولا المفروض اعمل ايه؟ هو جرى العرف يعني في مصر والوطن العربي دايما ان المريض يدخل العياده 100 لازم ان يخس 10 كيلو او 20 كيلو، او ساعات بيبقوا بيطمحوا يعني 40 كيلو. لازم ان المخسش يزعل. النظام ده للاسف مش موجود بره في امريكا خالص، في العيادات او سنتر بتاع العلاج الطبيعي المريض بيدخل 100 كيلو وبيطلع 100 كيلو. بيطلع نفس الوزن، ما لهمش دعوه بس يا دكتور صح؟ هم بيغيروا شكل خالص، بيعملوا دايت نظام غذائي قوي مع جيم مع تمارين علاج طبيعي، بحيث انه يحصل احلال للماء الكتله الدهنيه اللي موجوده فيه لبروتين وكالسيوم، بيطلع شكل تاني خالص، بيطلع شكله رياضي رشيق. بيحس ان في فرق طبعا. اكتر مقياس للمريض السمنه انه ماشي صح ولا لا مش الوزن. لا، اهم مقياس ليه يقول لي ان الهدوم وسعت عليا. يعني من يقيس له محيط الخصر، يخس يا دكتور الشكل لكن مزلق. شكل الظهر، يقول لك نفسي يتحسن لو عنده مشكله في النفس، يقول لك الام الرب قلت، الام الظهر قل. ده اكبر مقياس ان المريض صح في اتجاه السمنه، لكن انك تنزل من 100 ل 80 او 90 ده مش اساسي. طب دكتور، سمعت حاجه انه الواحد ممكن يخس 3 4 كيلو على الميزان بس شكله خسس كتير قوي قوي، سمعت ليه بقى السبب؟ قال لك ان عشان كيلو الدهون قد كيس القطن كده، يعني بينفش، يعني بياخد حيز كبير من الفراغ، في حين حجم كيلو العضلات حاجه صغننه قد قبضه الايد كده. ده صحيح. الكلام ده صحيح؟ هو كتله الدهن طبعا الحجم بيكون اكبر من الوزن الحقيقي، يعني هو بيكون كيلو بيكون حجمه كبير جدا، لكن العضله بتبقى حاجه مركزه، فالكيلو بروتين طبعا بيكون حاجه تانية بالنسبه للدهون. والصح نخس ايه فيهم؟ دهون ولا عضلات؟ هو زي ما قلت لك النظام العلمي اللي مظبوط ان احنا من المريض بيدخل ما يدورش على الوزن خالص اقل ولا لا، بيغير شكله خالص من شكل واحد مترحل لرياضي. لكن عاده لو موضوع الخسان ده ضروري، اقصى حاجه بيخسها في الشهر من 4 ل 5 كيلو. طيب ده من كلام يعني اساتذه التغذيه او دكاتره التغذيه، علم التغذيه ما يزيدش من قص المريض من قال لك اكثر من 4 ل 5 كيلو. اكثر من كده بيسبب مشاكل الكبد والطحال. انا سمعت ان تسحاب الدهون مره واحده بيحصل مشاكل، بيحصل انيميا. طبعا النظام الغذائي الصحي المريض ما يقلش وزنه اكثر من 4 ل 5 كيلو شهريا. طيب بالنسبه يا دكتور للاعمال الشاقه، في ناس مضطره تشتغل في المعمار، تشتغل في الامن، يعملوا ايه عشان يحافظوا يعني، او يعملوا زي تشيك اب كده دوري كل قد ايه يروح لدكتور علاج طبيعي يحافظ على ركبته؟ هل في حاجات دعاميه، حاجات مثلا الحاجات بتلبس كده يا دكتور ركبه، مش عارفه يكون في الم جامد، حاجات زي يكون في الم جامد المريض بيلبس ركبه بس يعني يلبسها من ساعتين لثلاث اربع ساعات اقصى حاجه، لو لبسها اليوم كله هيحصل ماسل ويكنس، العضله هتضعف منه طبعا. وده دخله في مشاكل ثانيه، مجرد ما يعلى ركبه الالم هيزيد. يعني ركبه اللي بيتبوعوها دي يا دكتور في لما يكون في الم جامد، في الم قوي بيستاهل ان هو يلبس ركبه. ما بتعملش نوع من انواع السبورت لعضله الركبه؟ بتعمل سبورت بس بتعمل ماسل ويكنس، بتضعف العضله، لان كده الجسم العضله مش شغاله، جسم محمل على الركبه، فهو يلبسها ثلاث اربع ساعات اقصى حاجه كل يوم. لكن هو في حاجه بقى، لو بيضطر يقف 8 ساعات او 10 ساعات بيضطر يقف على الرجل اليمين شويه، على الرجل الشمال شويه، يقعد كل ساعه يقعد له 5 دقائق، لكن الوقوف بطريقه مستمره ده كده دخله في خشونه. تمام، يعني بدل بين الرجلين ما يتحركش حركات عنيفه مره واحده. الوقوف كده وضع ثابت ده لا هيتعبه. تمام. طيب يا دكتور، اتكلمنا عن رباط الصليبي واتكلمنا عن الخشونه، لو شاب صغير جاله خشونه ركبه بيتعامل ازاي؟ عمليه ولا يروح يعمل ايه عند دكتور ولا لا؟ لا، هو الخشونه عاده ما بتحتاجش عمليات، هي في الشاب الصغير في حاجه اسمها قدر وماليشيا. دي بيبقى تاكل بيخص مفصل الردفه اكتر، او مفصل اللي هي الباتيلا مع مفصل الفخذ، عظمه الباتيلا مع الفخذ. ده بيشكي عاده من نزول السلم، ونزل السلم بيحس بالم. ده بيحتاج برنامج علاج طبيعي بعد ما طبعا ما يروح للسيد الاستشاري لجراحه العظام، بياخد علاج مسكن او علاج للالتهابات او انتي هضومي تسحب علاج للورم. بيبدا يجي لنا نقدر نقيمه الاول، نشوف لو عضله ضعيفه في ماسل ويكنس، لو في فيوجن او في ارتشاح، نديله جلسه علاج طبيعي ليزر تنس او انترفرنشال او التراساوند، كل دي بخصوص الالم يعني.
طيب بعد كده بنمشي على برنامج برضك بتاع الرباط الصليبي. عايزين اه نعرف بقى العلاج، البرنامج العلاجي للرباط الصليبي ايه، العلاج الطبيعي بقى، برنامج العلاج الطبيعي بوجه عام. حضرتك كان في ماتيريال حضرتك حابب ان احنا نعرضها؟ يا ريت لو في ماتيريال تاني نوصل عليها وصل، كان في فيديوهات كتير نتمنى نلاقيها. اه لو في فيديو يا جماعه ممكن تجهز، احنا منتظرين طبعا كل اسئلتكم واستفساراتكم، كنتوا بتبعتوا لي على البيج كتير محتاجين نعرف اسئله الرباط الصليبي والخشونه. وفي حاجه كمان سؤال جالي بيقول لك ايه فائده البي ار بي وحقنه في تعويض الماده الزلاليه اللي بتفقد في مفصل الركبه؟ لا اي حاجات دي ما تخصنا صراحه، ما تخصش العلاج الطبيعي وتخص دكاتره اللي هم بيعالجوا بالالم، في اخصائيين دلوقتي العلاج بالالم يعني، او ممكن تبقى بينهم وبين اخصائيين العظام. لكن حضرتك ما فيش اي دي حاجات تحت البحث، حاجات تحت البحث مش هنقدر نفتي فيها يعني، حاجه قيد البحث لسه مش هنقدر نفتي فيها، ما فيهاش رد قاطع لسه يا دكتور. لا لا دي هم دكاتره العلاج بالالم هم اكتر ناس يفتوا في الموضوع ده. طيب دكتور في سؤال جالنا معلش بقى خاص بالحلقه اللي فاتت شويه، موضوع الانزلاق الغضروفي ممكن يتم بدون جراحه؟ ما انا قلت لحضرتك سابقا ان 90% من حالات الانزلاق الغضروفي طالما مش ضغط على الحبل الشوكي خلاص ما فيش اي مشكله. من الاول بنتعمل الرنين نشوف الديسك درجه اولى درجه ثانيه على حسب الديسك ده عامل ايه، لو مش ضغط على الحبل الشوكي بيتم العلاج بالعلاج التحفظي العادي، العلاج الطبيعي والراحه والدوائي نقول ممكن نتكلم عليه باختصار. لكن لو في ضغط على الحبل الشوكي قولا واحدا لازم المريض يتجه لجراحه العمود الفقري او مخ والاعصاب. المخ والاعصاب ان شاء الله بنتكلم عنها. المريض اللي عنده ضغط يعني ضغط على الحبل الشوكي بيبقى معروف يعني، مثلا عنده مشكله في الرقبه يقول لك ايدي ضعيفه مش قادر اشيل كوبايه شاي بتقع مني، لو مشكله في ظهره يقول لك كفه رجلي سقطت، ممكن في مشكله في التبول لا قدر الله، دي لازم تدخل جراحي على طول. اكيد. طيب امتى يتجه المريض او حضرتك بتنصحه بعمليه تغيير مفصل؟ ده بيحصل في الخشونه المتقدمه، بيكون واحد بقى خلاص يعني 50 سنه 55 سنه بيتعمل له اكسريم ما يبقاش فيه، ده سؤال جه كتير يا دكتور. بيتعمل اكسريم ما يبقاش فيه سبيس خالص تقريبا، ما فيش فاصل خالص بين المفصل بين العظم والعظم، تقريبا ما فيش مفصل اساسا. بيكون حصل تاكل شديد بيكون يعني تاكل شديد في المفصل، بيكون في طبعا الم مريحه الحركه بتبقى قليله، ده لازم يتجه لل لاخصائي جراحه العظام عشان يعمل مفصل صناعي. طب هل في ممنوعات او حاجه تمنعه ان هو يتجه لعمليه تغيير مفصل؟ هو بس لو في مشاكل بقى ضغط او سكر ده حاجه ثانيه بيحددها بقى اللي هو دكتور التخدير ودكتور البطن يعني. يضطر يتعايش. لكن هم صراحه الناس كتير شفتها انا عملت مفصل صناعي وتحسنت بطريقه عاليه، لو اللي كان في ناس كنت اشوفهم دايما مميل وماشي على مشاية وكاز بشوفه كده يعني يا دوب متر، بعد ما عمل عمليته لقيت التطور ما شاء الله بدا ينزل السلم ويطلع بدا يتحرك بقى الموضوع احسن يعني. طيب دكتور بالنسبه للوقعات المتكرره على نفس المكان، ويعني في مره حاله جت قالت لي ان هي حصل لها سقوط على احد الركبتين يعني وورم وبتاع وما راحتش للدكتور، بعد ما الورم يعني او الحادثه دي عدت عليها سنه بدات تداعيات الوقعه بقى تظهر دلوقتي، الام مبرحه طقطقه تسمعها بودنها وهي شابه صغيره يعني. لا هو عادة طقطقة في السن ده ممكن يكون بداية تأكل في الغضروف الهلالي. ممكن يكون بداية خشونة بسيط يعني. برضك لو موضوع مجرد طقطقة بسيطة أو مجرد تأكل خفيف ده برضك علاج طبيعي. المريض بياخد الأول مسكن خفيف كده، بياخد حاجة للورم أنتي دومينوس، بياخد أنالجيزيك، بيبتدي بعد كده دور العلاج الطبيعي، بس بنديله برنامج مثلا من شهر لشهرين. أهم حاجة طبعا لو في مشكلة في الوزن يظبط وزنه يعني. تمام. طيب يا دكتور احنا مستنيين يا جماعه في فيديو او حاجه، الفيديو جاي لسه ما جهزش. لو حبينا نتكلم عن الفيديو باختصار او اللي كنا مصورينه جوه العياده بس طبعا هنتكلم عن الفيديو على ما يجهز، اتفضل سيادتك. زي ما قلنا على البرنامج العلاج الطبيعي اول حاجه بنعالج بنشوف الالم اخباره ايه، بنعالج الالم لو في ارتشاء او حاجه بندي اجهزه لعلاج الارتشاء، بعد كده نبتدي بالاطاله العضة السمانه والعضله الخلفيه. الاطاله دي اللي اتعرضت في الصوره اكسرسايز بس الصور مش جاهزه يعني. بعد كده بنعمل الاستاتيك اكسرسايز اللي هو تقويه لعضله الركبه في وضع الثبات. بعد كده في حاجه اسمها كوادريسيبس اللي هي بتترفع على حاجه كده زي ما سيبك يدوس ربطه على ايده او بيبقى في ملايه كده يدوس عليها حاجه مدوره كده. بعد كده في حاجه اسمها كوادريسيبس اكسرسايز او كوادريسيبس دريل اكسرسايز، بيبقى في زي مخده صغيره تحت ربط المريض وبيبدا يرفع رجله وينزلها، دي حاجه بس كده يعني بنسمح برنج بسيط بس بنسمح برنج بسيط ما بنخليش الربط التاني للاخر. بعد كده بيتعمل حاجه اسمها سيرد ليج ريزنج زي ما قلت لك اشرت انفا، المريض بينام على ظهره وبيتنى رجل سليمه بيرفع رجل المصابه بس بتقل، يبدا يعمل دورسي وبلانتر فليكشن للايه يا دكتور؟ ده للكوادريسيبس. ده بيقلل الورم طبعا والويت ذات نفسه بيزود لي عايزين بس نتكلم عشان الساده المشاهدين كلهم بيزود لي قوه العضله الرباعيه.
بعد كده المريض بينام على جنبه بقى عشان اول الابدكت الماصل اللي العضله اللي بتاع الحوض. دي صوره اتعرضت بالفعل. دي صوره اتعرضت بالفعل. بعد كده بينام على بطنه يبدا يثني رجليه ويفردها برضك بويت. ده لتقويه العضله الخلفيه وعضله السمانه. بعد كده هو قاعد على طرف السرير. الاوزان دي يا دكتور ما تعملوش اعاقه وهو بيعمل؟ لا في الاول ما بنعملش اوزان. لكن فيما بعد كده بنقدر ندي كيلو 2 كيلو وزن على حسب تحمل المريض يعني. الخطوه اللي بعد كده بيقعد على طرف السرير، بنحط له كسره رمل او وزن، او لو في جيم بيحط وزن على ركبته بيبدا يفرد ركبته للاخر ويلمها. ده بيقوي العضله الرباعيه، بس بيكون شرط ان الورم قل. لازم يكون ما فيش ورم ولا ارتشاح. بعد كده بنبدا نركبه على البايسكل او على اوربتراك بحيث ان احنا نحسن المرونه بتاع المفصل. بعد كده بنعمل سكواتنج، سواء في ماسك في السلم بيقعد يقف. قلنا بقى اهم حاجه ما يكونش عنده خشونه في الركبه، اللي عنده خشونه ما يعملش سكواتنج خالص. بعد كده نبدا بقى التمرين على المشايه، يبدا يتمشى على المشايه الاول اللي هو تريد ميل. بعد كده يبدا يجري عليها. اخر حاجه خطوه اللي هي الجيم بقى، نكون احنا اطمنا عليه تمام. دي كده حضرتك كنتوا وصلتوا خلاص بقى لبر الامان واطمئنين تماما عليه. تمام. شكرا ليك يا دكتور علماني، صراحه الحديث كان شيق معاك جدا. في ايه نصايح حضرتك بقى ان احنا نحافظ على يعني الصحه التشريحيه للركبه؟ اولا لازم نمارس رياضه، اي رياضه، المشي حتى السباحه كره القدم بس يبقى بحذر يعني. ثانيا لازم يكون في نظام غذائي، ما يكونش كله تيكاوي يعني. يكون في فيتامين، يكون في بروتين، يكون في كالسيوم. نركز قوي على الفاكهه، سيبك من العصير والايس كريم، الحاجات دي مفيده بس الفاكهه اهم حاجه. تاكلي الفاكهه ده اهم حاجه. بعد كده بقى العصاير يعني. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا. ان شاء الله في لقاء اخر ان شاء الله في فتره قريبه نتكلم بقى عن مشاكل الجهاز العصبي وانواع الشلل بانواع الوجه والنصف ان شاء الله. شكرا ليك دكتور علواني، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. تابعوني يا جماعه ان شاء الله مع دكتور علواني بعد الحلقه، نطلع لايف انا وهو ننوع مواد الاعاده. شكرا لكم جدا، كانت معاكم نور العقاد، الى اللقاء.